أسبوع سخون قبل لقاء نادي البنزرتي والنادي الإفريقي. إذا سيابي واجه مشاكل في حصة تدريبية بمنزل عبد الرحمن، فأن الإفريقي عرف تغييرات جذرية على مستوى الإطار الفني بقدوم كمال القلسي وخالد السويس اللي عاوضوا مارشان والتويت. ماني ما كنتش بعيد برشا، هذول اللي كنت في الصناف الشبان في النادي الإفريقي، كنت راني في الصغار، دونك بديت بشوية بشوية معناتها نتعود على المهمة هذه. يمكن اليوم لقيت روحي في نيفو نتاع سينيور. الحمد لله يا ربي، مع سي كمال ومع سي يوسف ومع الإطار الفني وعادل وشمس، دونك الإطار الفني الكل، دونك ما لقيت حتى مشكلة باش ننتقل روحي معاهم. في مباراة عرفت تعزيزات أمنية كبيرة. وقت رأى الناس قدامى بتاع النادي الرياضي البنزرتي اللي هما كلهم واقفين مع الجمعية، هذاك هو صحيح، لأن الجمعية تواصل. فرح بيك سي عبد السلامة. مش من اليوم، عنده زمان يفرح بيا. تغييرات بالجملة في زوز فرق مقارنة بآخر مواجهة في إطار البطولة الأسبوع الفرد في ملعب رادس. العابدي، تقاع، عيادي، الخفيفي وخليفة يدخلوا في اختيارات المدرب كمال القدسي. ومن جهة المقابلة مدينة سيسي وطرا في التشكيلة الأساسية للنادي البنزرتي. 90 دقيقة رينا فيها برشا كورة وفرص بالجملة من الجانبين. خليفة في دقيقتين لعب كان قريب من افتتاح النتيجة. بعد انفراد وجه لوجه مع ثامري وحارس السيابي يتصب. إجابة النادي البنزرتي سريعة بعد 6 دقائق، توغل من بالعربي روغ دقا، التحام مع العقربي والحكم الجريدي ينظروا للتمويه بعد ما طالب ضرب الجزاء. بعدها الإفريقي يمسك بزمام الأمور في 20 دقيقة الأولى. خليفة يمهد ليحيى يصوب والدفاع يدخل. صبر خليفة اللي أعطى حلول عديدة في الهجوم يحاول بمجهود فردي كورته فوق المرمى. سيطرة تعطي أكلها مع 21 دقيقة لعب. تماس من العقربي، تمهيد من يحيى اللي بالعيد على الطاير يغالط الثامري، وبالمناسبة الهدف الثالث لتجانب بالعيد في مسابقة الكأس. ويفتتح النتيجة وسبقية مستحقة لأبناء باب جديد. هدف خلى الإفريقي يحاول يجاري المباراة. في المقابل أبناء القادري خرجوا من مناطق. سيسي يحاول بالرأس كورته جانبية. وترى ومدينة مثلوا خطر متواصل على دفاع الإفريقي. في هالعملية وترى كسر عملية التسلل وجه لوجه كورته فوق المرمى كورة التعديل الذير. رغم الضغط في آخر الشوط عن طريق العنلي وجلاسي، السيابي ما يعدلش والإفريقي يكمل متقدم في النتيجة واحد بلاش. نهاية الشوط شهدت مناوشات بين الأمن وبعض من لاعبي الإفريقي. الشوط الثاني ومرة أخرى صابر كان قريب من الهدف الثاني بعد ما حاول استغلال اضطراب دفاع السيابي، لكن الماجري حاضر في التغطية. ترجع بعملية 1-2 بين بالعربي وجلاسي وتقى يحط الكرة في الركنين. بالعربي في التنفيذ بالمليمتر يوزع ويسام بوسنينة أعلى من الجميع يعدل النتيجة، وهو أول هدف تسجل السيابي في مسابقة الكأس في الموسم الحالي. وانطلاقة جديدة للماتش. هدف أعطى أكثر ثقة لأبناء القادري خاصة مع الدعم الجماهير. مدينة يصوب والشرفي يتصدى، الإفريقي يرجع للهجوم، لكن صابر خليفة غابت عليه النجاعة وزاد على العابدي في 64 دقيقة لعب. بعدها السيابي يفرض ضغط متواصل خاصة فضل وترا ومدينة وبالعربي والعنلي. هذا الرباعي كان قريب في أكثر من مناسبة في التهديد. الإفريقي مرجع للهجوم كان 13 دقيقة قبل النهاية. كالعادة خليفة في الهجوم يوزع والسيسي يتدخل قبل الخفيفي، ومخالفة من الضوادي اللي دخل المكان بالعيد والثامري يتصل. 5 دقائق أخيرة والسيابي مرة أخرى خطير، تفاهم كبير بين وترا وبالعربي يثمر مخالفة قريبة. العنلي ينفذ كورته جانبية والإفريقي كان ينهي اللقاء في 90 بعد ركنية من الضوادي. يحيى طليق يضيع الهدف الثاني رغم موقعه المناسب، ونهاية المباراة في وقتها القانوني بالتعادل 1-1. الحصص الإضافية ما جابتش جديد رغم بعض المحاولات في البرولونغاسيون الأولى للعنلي والمطالبة بضرب الجزاء، وقت الفرصة تجي بعد تمهيد من العمدوني معوض وترا وسيسي ما يعرفش يستغل الفرصة أمام شباك خالية. وفي الحصة الإضافية الثانية اكتفى الفريقين بمواجرات المباراة رغم هالمحاولة من الوذر في كورتو جانبي، وبالتالي المرور لضربات جزاء. وإذا النادي البنزرتي في الأدوار السابقة نجح في الترشح، إلا أنه هالمرة يفشل وينسحب بعد ما سجل وقبل لأول مرة في مسابقة الكأس ضد الإفريقي اللي لأول مرة يترشح بضربات جزاء ويبلغ الدور النهائي للمرة الثالثة على الدوري.
الفرحة هذه ظهر لي. الحمد لله ظهر لي ترشح جاء في وقته. نهديه الروح المحبة عمر الله يرحمه وينعمه. حاب نشكر أهالي منزل عبد الرحمن اللي وقفوا معانا. حقيقة قبل المقابلة ريت راجل كبير يبكي كيد من غير ما نشعر. الحمد لله هذه دموع الفرحة. نادي نسار هذا الجمهور الإفريقي اللي استنى فيه عنده مدة. إن شاء الله في الفينال كنا حاضرين. الحمد لله يا ربي والحاجة معناها الحمد لله يا ربي توفيق من عند ربي ربي وفقنا ترشحنا معناها الفينال. فما حاجة أخرى وقت جايين الاستاد معناها ما شاء الله لقينا جمهور معناها مصلي عن بيه. معناها هذيك جمهور مشكورين جمهور منزل عبد الرحمن ويعطيهم الصحة وبرافو ليهم معناها شيء كبير برشا حسينا رواحنا نطوروا في التيران تاعنا في بلادنا. الصعيب اللي كانت علينا هي التحذيرات، التحذيرات تعرف بعد ما إيقاف مدرب مش سهل. الحمد لله الواد يعرفوني بكدا ونعرفهم منيح دونك تعاملوا معايا بكل حرفيه. خدمنا حضرنا المباراه نتاعنا كما يلزم ربي انصفنا والحمد لله. كنا قادرين نمشي في النهائي وجاتني تروز اوكازيون في الدزيمي تو حابين نمشي في النهائي خاطر قاعدنا كان في النهائي تشوف عام كامل خويا شنو قاسين سي بوان وتنحيت كل شيء تنحى. حابين نمشي حابين نعمل الماكسيموم ضربت الحظ هذه واحد اعطاها حقها خويا ان شاء الله ربي سبحانه يسهل فيما خير وتعطيهم الصحة ومبروك عليهم الانتصار. اليوم نقولوا الحظ لعب دوره نادي الافريقي صحيح فريق كبير مي اليوم نستحقوا الحقيقة نستحقوا نكونوا فينال جينيراسيون هذه الحقيقة دوماج ما مشيناش فينال. قدرة ربي عم يجي ان شاء الله نديرك وان شاء الله بقدرة ربي الجينيراسيون هذيا عم يجي توش حاجة ان شاء الله. الجمهور نتاع السيابيه لازم يكون تري فيير بالمردود نتاع الفريق نتاعو. كنا في وضعيات صعيبة كنا في ليزوبجيكتيف نتاعنا حققنا نتائج ايجابية في البطولة في الكوب دومي فينال بينالتيات بعد 120 دقيقة ضد الكلوب افريكان كنا حبينا بكل صراحة لينا احنا البالماريس انديفيدويال نتاع الستاف تكنيك نتاع الملعبية هذوما دي جون اليوم كنا أول مرة يلعبوا فينال. حبينا نفرحوا جمهورنا قدر الله وما شاء فعل هذيك احكام الكره. ما عرفش حتى شكون ترشح ليتوال طيب دونك اون بيل فينال ان شاء الله نكونوا احنا نتوجوا بالثلاث سنين ورا بعضهم توا ناخذوا الفينال ان شاء الله هذه تكون الكاس الثاني على التوالي ان شاء الله.